كل عام وانت بخير يا بدر يا عزوز، من بعد هاري موجوانا، من بعدهم خوله وابوك الشه، من بعدهم خوله وابوك الشه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله يا رب اوقاتكم بكل خير. محيوسين على خير، انا مفقع من النوم عشان كذا لابسها مي حلوة، يعني تشوفون عيوني. الحين بننطلق الى المخيم اخيرا. طبعا هذه سلة غدانا، اكياس الفحم، الخيمة، البطانيات، اللحم، الدجاج وما الى ذلك، حوسة. وماما مجهزتنا شنطتين ملابس كنا نحن بننقل. لازم اطفال، لازم نجهز. الشيء اللي ما تعرفوه والحمد لله ان احنا تأخرنا، اكتشفنا حاجتين. المكان اللي بتنصب فيه خيمتك لازم ايجار، يعني لازم موقع محدد مرقم بورقتك وتسويه، اللي هي تسوي خيمتك. الشيء الثاني، درجة الحرارة هنا 34 ومكان التخييم يفرق عننا 3 ساعات، يعني هناك كم؟ 2. عشان كذا اضطرينا نطلع الملابس الشتوية. تخيل بينك وبينه بس 3 ساعات وفرق الحرارة لا إله إلا الله. وبكذا خلصنا. شايفين؟ تقول بننقل والله. والله حلو النظارة، تقول كأني فضائي. تغطي الجبهة شوي. عموما بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Let's go مجودي. إلى الحين يعني ما يعطي وجه. نحط له شوية موية وأموره تضبط. كالعادة نشوف مكان لازم نوقف فيه. هذه منطقة الدببة. خلينا ناخذ لنا جولة صغيرة بس كذا جولة على السريع، بوريكم جمال الغابات هذه. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، ما شاء الله. نعبي بنزين. وصلنا الحمد لله. الدخول لهذا البارك اسمه يوزمتي ناشونال بارك. الدخول ب 35 دولار. كفو 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 يا دليلة. هذه خريطتنا هنا. نكتشف الكنز. دب وذئب. هذه قرون مدري منو. قرون غزال. الصدمة الحين احنا في مكتب الخدمات العامة او مكتب المعلومات العامة انه المخيمات كلها فل. الحين بنروح نتأكد من هذه المعلومة اللي اعطانا اياها عن طريق ادارة المخيمات، او بنشوف لنا كوخ ونرمي ريمة فيها. استانس الدبية. يا اخي الغبنة انك تمشي 3 ساعات بالسيارة واخر شيء يقول لك ما فيه. يعين الله. هذا احنا في الفندق الاول، للاسف فل، لكن المكان اللي احنا فيه من عام 1886، شيء روعه. طبعا هذا شايبهم اللي بنى هالفندق، يعني حتى كل شيء فيه على الطراز القديم. شوف ورق الجدران. تعال يا حجي. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. هذا تعليم الخيول، الله كلهم صغار بالسن. وش نقول؟ صح عليكم معزوز. اليوم وصلنا هنا كآخر محاولة. قالت لنا واحدة باقي مكان واحد للتخييم، تلحق ما تلحق يا رب نلحق. أي الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. لقينا مخيم اليوم واحد بس، في مشكلة قالوا نجدد بكرة في مكان ثاني إذا قدرنا. فنجرب اليوم آخر مخطط أو آخر مكان للمخيم. الحمد لله لك يا رب. شوفوا العالم كيف مخيمة هنا، معلومهم والله فل، الدنيا تجيب العافية ما شاء الله.
افا اعطانا ذا المكان. شوفوا هذا حق الشوي هنا. طب نوقف الموتر. على الله. متحمسين؟ يس. يلا نصبنا الخيمة. يس. خيمة شعب، خيمة بلاستيك. يلا 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 يا عزوزة. حتى جبنا جحة. يلا نسوي كبسة لحم. يس. اوه ايش رايكم؟ يس. بس الريحة بتجيب الدببة. أكله. ترى فعلا نصحونا الان قبل شوي، قال انتبهوا يحل الظلام وعندكم اكل داخل السياره او برا المخيم، لان قبل 3 سنوات حصلت حادثه. انا ما ادري ليش للحين ما يفكرون في حمايه اكبر، يعني قال ممكن يجيك دب ممكن ما يجيك. والله شيء فظيع كذا. ها شوفوا حاطين هنا يقول ليف نو فود اوت، لا تحط اي اكل برا عشان الدببه. شوفوا رسمه الدب عليها. عشان بس تاخذون فكرة، هنا المكان لحفظ الطعام، هنا طاولة الله أعلم وش حالتها، وهنا حسبتها حفرة مندي طلعت حفرة شوي، لكن حلو. بس شوف المكان بشكل عام، يعني روعة 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 جدا. ترى قدامنا نهر على فكرة، بصور لكم إياها بعد شوي. والشيخ مجودي اقعد الكشخة. يلا يا بورديريني يلا. من ضمن وسائل السلامة هذا البخاك حق النامس والحشرات والعناكب. غمض عينك. هذه بس كذا وترش على سيقانة حتى على رقبته ملابسه شوي. غمضي 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 غمضي. شوف على طول تنحاش. شفتوا؟ شفتوا؟ بابا غمضي. أيوة بخاك جميل وريحته حلوة، فعشان رقبتك رقبتك من هنا. تعال تعال هش 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 هش. تعال تعال حبايبي. ايش دعاء دخول المكان؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء. قولوها 3 مرات شطار حبايبي. ايوه ايوه ما شاء الله مجودي ما شاء الله. كفو. جبنا هالحطب عشان نشبها، لقيناها شبت من نفسها. الظاهر اللي قبلنا كانوا موجودين. اي ما طفوها. يلا خير وبركه. ايوه ايوه كبسة لحم. ها مدير كبسة لحم. ها شوف الدبدوب. وين الدبدوب؟ شوف الحطب اول ما شبنا. شوف ايش طلع لنا. ام 44. اوه يا رب دخيلك يا عبد بالله منها. اوه ايه برافو عليكم. شوف سوينا الخيمه ما شاء الله. اي ويلكم هوم. نو شوز اون ذيس. تكفينا كلنا ذي. Yeah. لا تكفينا وزياده. Yeah. ما شاء الله. مجود. ومجود ايش مجود يعني المشكله. يلا نرتب بقيه الاغراض عزوز. ايوه كفو عليك. كراسي كراسي كراسي. اهم شيء. اتمنيتكم معي. يعني الصوت والعصافير والنهر وراك شيء رائع. وين كرسي مجودي؟ الحين جاي. اي مجدي تعال شرينا لك كرسي حقك. صبار كله شوك يبغى ياخذ حق جو أريمة. خلني اقول لكم على كارثه سوتها خوخه. خوخه نسيت الطماطم ونسيت كل السلطه، خيار خس. شكرا طال عمرك. تدرون وش معانا؟ معانا صلصه عاديه ومعانا صلصه بيتزا، فبنسوي كبسة بصلصة البيتزا. الله أعلم مش يصير، بس ما أدري إذا في مستشفى قريب. لا حد يقول روح بقالة، إحنا وسط غابة جبل، أقل شيء ساعة إلا ربع عشان تشوف بقالة مفتوحة. وتخيل أنت في يعني بعد الغابة في قرية، هالقرية يعني دجاج ينامون بدري الساعة 5-6 يقفلون. فالحين الساعة 5:30 تقريبا العصر، فأكيد مقفلين. بسم الله. لحمتنا الهبرة ما شاء الله. الله أحلى كبسة مكرونة بيتزا. بس هبرة ما في عظم. أحلى أحلى. لا إذا فيها عظم أحلى. وهذه بهاراتنا. هلا يلا بالبهارات باللحم وبعدين نحط الصلصة. الله يسامحها. حاول نحط صلصة البيتزا وبعدين الموية حارة.
ما نمزح والله صوص البيتزا تنفع والله حلو تطلع ايه هي سلك يلا على قولتهم بر بر مخيم اي شيء ينفع يا جماعة الخير هذا السويد مدلع يبغى بعد يسرق أكلنا وينك؟ اي حش وش تشوف الغداء؟ وهي يصلحك الحين هذه كبيستنا هنا الله وبنروح نستكشف دو يلا ممكن نلاقي لنا دب كذا نلعب به ونلاعبه ما شاء الله تبارك الله يلا الحمد لله توفقنا بالمكان سبحان الله تشوف الأشياء الجميلة هذه تشوف جنبها شيء عجيب حق الصنوبر لا إله إلا الله سبحان الله شوف هذه مدري شلون بس يلا مجودي شوفوا حجم مجودي وحجم الشجرة لا إله إلا الله الغريب هنا في أشجار قديمة جدا هذه وشي لا إله إلا الله أشجار جديدة يعني العجيب إن في أشجار كبيرة جدا يعني طايحة شوفوا هذه الله أعلم قبلها سنة تفتتت صار فيها حجر زي المكعبات شوف لا إله إلا الله سبحان الله شوف كيف وش طيحها الله أعلم يا ويل حالي ها وضعكم في السليم ولا دب لا يا بابا مو لهالدرجة يدور بريال عاد من رداعة الحظ ما لقى يجي إلا عندنا يعني خلى الناس ديتهم يلا يلا من فيكم طرزان يتعلم فنون الطرزنة طع سقع راسه لا لا يا بابا يا بابا يا بابا انتوا على منحدر تعالوا بسم الله يعني شوف لا اله الا الله يلا يلا حبايبي يلا تعالوا من هنا الجهه الثانيه امي ايوه الله على قلبك بسم الله 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 وش يبغى كذا بالجلسه طالبك يا مشاخل القبيلة ايش عرفك من يقول لنا سالفة ولا نكتة يلا انا عندي لغز يلا. يلا بسرعة هذه مقالة في احد معاه مسدس ها عزوز في مسدس استأجر لنا من جارنا اللي جنبنا في المخيم لا لا عندنا قنبلة شلون قسمتوه هذه؟ ها؟ ايه قسم يش حلوة القسمة هذه حركاتهم عزوز تقول كنافة وسط الجبال اي والله بالحطب شلون تجي الله أعلم لكن على الله بسم الله بسم الله عليه ترى جوعان فديته ها؟ يقول كذا نعم يا أخي يلا هذه كبستنا وكنافتنا الله لا طيبة إن شاء الله ما ريحة يلا بسم الله أكلنا يش. يا جماعة أشهدوا على أم عزوز ولا جابت الصحن حق تقديم الرز لا إحنا نظام أمريكي نغرق ناكل إيه خير إن شاء الله حركات هذا لا ما بوردين إيه صح صح أمريكيين خاف أشهد على ماما يا مجودي أوكي بالله عليكم ها سلطتنا شطة واه الله 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 سلطتي يعني عصير حب حب الفراولة الله يسامحكم والله أحلى شيء بسم الله أمي بليز أصغر شيء بليز والله أنه جوعان فديته هدأ بالله عليكم إيش رأيكم بالكبسة جنن والله يا أخواني ما توقعتها كذا والله روعة 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 المرة الجاية نجيب صلصة بيتزا مختلفة اوكي انت انسى السلطه وخلاص لا بصراحه عجيبه طلعت الله 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 الشيره كنافتنا الجميله كنافه على الحطب ريحه يا الله جنن الريحه خلاص كفايه انا اعتقد والله كل شيء في البر او كل شيء في المخيمات له نكهه نكهه عجيبه استكثي حتى المويه واحد نصاب
ان شاء الله بكره حنشوفكم في يوم جديد من التخييم في نهايه هذا الفيديو. لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب، واهم شيء سبسكرايب. باي جدي، باي. بعيد بعيد اي كامبينج. تجو كل عام انت بخير يا احلى عصابة. بالله ما اشبه ريما من ذا الفلتر. متابعكم من لبنان. كل عام انتم بخير يا عصابة. بكر انا فيصل، احب صوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عائلة بدر. حابة أهنيكم بمناسبة العيد المبارك وأقول استمروا وإن شاء الله تحققون طموحاتكم. كل عام وأنتم بخير وعساكم نعوض. كل عام وأنتم بخير يا أفضل عصابة في الحياة. أتابعكم على اليوتيوب بصراحة فنانين. كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك. عمود بألف خير يا عصابة بدر، يا أحلى عصابة، إن شاء الله توصلوا المليون مشترك وعيدكم مبارك. كل عام وانتم بخير يا عصابة بدر، والله يعيد علينا عليكم بالصحة والعافية ويخلي لكم الأنسة منشن. أنا أتابع قناة بدر فاميلي من كانت 100,000. أنا هديل، أحبكم، باي. السلام عليكم يا عصابة بدر، من رياضة خبراء حابة أعيد عليكم ومن العايدين ومن الفايزين، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا أحلى عصابة بدر في العالم.